بصراحة أغنية قوية جدا وفيها مشاعر وأحاسيس بتعبر عن قوة ودور جمهور النادي الأهلي مع النادي الأهلي عبر التاريخ وعبر الأزمنة. يا جماعة احنا لو اتكلمنا على جماهير النادي الأهلي ودورها إيه في كتابة وصناعة تاريخ النادي الأهلي هنعمل مجلدات ونعمل حلقات وهنفرد ساعات نتكلم فيها عن دور الجمهور الكبير قوي قوي في فترات صعبة جدا مرت على النادي الأهلي، مش في النتائج، مش في الماتشات، مش في المباريات، لا 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 لا، ده في قرارات وفي اجتماعات وفي مواقف كانت صعبة جدا مرت على النادي، ولكن قدر الأهلي يقوم بجمهوره. وكلنا فاكرين الجملة الشهيرة اللي قالها عم حارس، طبعا أحد الأساطير اللي موجودة في غرفة خلع ملابس النادي الأهلي، وكان موجود على مدار أكتر من حوالي 30-40 سنة في النادي الأهلي، ربنا يديله الصحة يا رب بإذن الله. قال لك الأهلي لو وقع بيعرف يقوم، والأهلي دايما بيعرف يقوم، بس الأهلي ما بيقوم بيقوم بدور جمهوره. فالأغنية دي بصراحة يعني جميلة جدا وقوية جدا وفيها مشاعر ودور مهم جدا لجماهير النادي الأهلي. طيب بكرة عندنا مباراة مهمة جدا مع النادي الإسماعيلي، مباراة جماهيرية في المقام الأول، وعشان أهمية المباراة ودور المباراة ودور الجمهور في المباراة، يمكن النادي الأهلي كان أعلن عن تنظيم رحلات جماهيرية لكل الجماهير اللي حجزت من خلال سيستم تذكرتي عشان تسافر وتؤازر وتساند الفريق في هذه المباراة في ملعب برج العرب. النادي الأهلي بالأمس أعلن عن تنظيم رحلات مجانية لجماهيره إلى مدينة الأسكندرية لمؤازرة الفريق في مباراته أمام الإسماعيلي. التجمع بكرة بإذن الله هيكون الساعة 12 الظهر أمام بوابات فرع النادي في الشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات إلى الأسكندرية في تمام الساعة 1:30، يعني الجماهير تبدأ تتجمع الساعة 12 قدام فرع النادي في الشيخ زايد، والتحرك هيكون الساعة 1:30، ولكن في ضوابط محددة ومعينة لهذه الرحلة. أي مشجع هيجي لازم يكون معاه حاجتين، تذكرة المباراة والبطاقة الخاصة بالفان آي دي الصادرة من شركة تذكرتي. كمان يحظر على أي مشجع اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو حتى خلال المباراة، عشان بإذن الله المباراة تمر بشكل جيد جدا والجماهير يكون لها دور إيجابي وتبقى رحلة ممتعة بإذن الله سواء في الذهاب أو حتى في العودة، ونقررها إن شاء الله يوم السبت اللي جاي في مواجهة الاتحاد السكندري.